أبدى وزير الخارجية سامح شكري دهشته من الطرح غير الدقيق الذي ذكره وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور بخصوص حصص مياه النيل. وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط قال شكري إن السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة ب 18.5 مليار متر مكعب سنويا منذ فترة طويلة، وأنه في سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالي كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان، مستغربا الحديث عن دائن ومدين في العلاقات المائية بين البلدين. وتداول هذا الموضوع في التوقيت الحالي وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل. وتساءل شكري عن أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات غير الدقيقة في هذا التوقيت.